السلام عليكم. احنا شفتوا هذه المقاطع؟ أو شفتوا الحالات الحقيقية اللي يمر بها أبنائنا؟ أنت أيها الأب، أنت حقك طول النهار بالدوام
ومثقل بالهموم وهموم العمل، وانت ايضا حقك عندك متطلبات وعندك احتياجات وعندك ضغط نفسي، لكن بين الحقوق هذه، بين حقوقك ايها الاب، بين حقوقك ايتها الام، تضيع حقوق الابناء. اليوم شنو الفائده انه اني اعبر عن ما في داخلي بالصراخ والعياط، وانت شنو الفائده تعبر عن رغباتك واحتياجاتك وتعبك تعبره بالصراخ والعياط؟ هذا شنو تاثيره؟ تاثيره اكيد يكون سلبي على الاطفال. احصائيات حقيقيه قامت بها منظمات عالميه تعنى بشؤون الاطفال قالت انه 60%، وهذا رقم مخيف، 60% من تراجع الأطفال في الدراسة سببه هو الخلافات الزوجية اللي يصير بين الآباء والأمهات أمام الأبناء. أكو أماكن خاصة ممكن أنت تحدثين زوجك بها عن المشاكل وعن احتياجاتك، وأنت نفس الشيء أكو ألف طريقة تعبر بها عن المشكلة اللي بينك وبين زوجتك غير أن تكون هذه أمام الأبناء. هذا أسلوب غير حضاري، هذا أسلوب غير مثالي إذا أريد ربي أبنائنا. شفتوا أحد الأطفال كلش متفوق في دراسته، عنده تراجع بالدراسة، بل ممكن السنة كاملة يخسرها بسبب الحالة النفسية اللي يعيشها داخل البيت وما يقدر يكمل دراسته. طفل آخر اليوم يقول أني ما أشعر بالمودة نحو أبويا، يمكن المشكلة مو صوت أبوي، يمكن المشكلة صوت أمه، لكن المنظر اللي شافه هو دموع الأم وبكاء الأم، فهو بدأ يعني ما نقول يكره هذه كلمة قاسية، لكن بدأ ما يشعر بالمودة والعطف نحو أبوه. طفلة أخرى تتعاطف مع أمها كثيرا وتشعر بحالة نفسية. المشكلة الأكبر أنه أنتم صرتوا قدوة لأطفالكم بأن الأخ يضرب أخته. ليش؟ لأنه مشهد الضرب هو الحل الوحيد أمام عينه، هو ما عنده حل غير أنه يضرب أخته مثل ما أبوه يضرب أمه. إحنا جدا نسوي؟ احنا شنو نسوي باولادنا؟ شنو هالقدوة هذه اللي دنمثلها قدوة سيئة لابنائنا؟ دندمر دراستهم، ندمر نفسيتهم، ندمر علاقاتهم مع اخواتهم. احنا نحتاج اليوم حقيقي، نحتاج وقفة حقيقية بمراجعة انفسنا. اكو مشاكل لها اماكن خاصة، اطلعوا برا، قعدوا في غرفة النوم تكلموا بيها، الصراخ ما يجدي، ابنائنا هم الهدف والغاية اليوم اللي احنا عايشين من اجلها. ليش نجعلهم اليوم عالة بالمجتمع ونربيهم بطريقة القسوة والعنف والضرب ونطلعهم ناس بها النفسية هذه التعبانة؟ تدرون ايش قد امراض نفسية يعاني منها الاطفال؟ اليوم اكو امراض تصير بالانسان لما يكون عمره 50-60 سنة. اليوم اكو اطفال يعانون من القولون العصبي، اكو اطفال يعانون من الضغط النفسي، اكو اطفال يعانون من مشاكل كبيرة جدا سببها انه هم ما يقدرون يتحملون الجانب اللي يشوفونه بين ابوهم وامهم. للعلم المشكله اللي تكون بينك وبين زوجتك واللي ممكن تنحل وراء 10 دقائق، هذه المشكله تبقى تعيش بابنائك يمكن 10 سنين او يمكن الى ان يكبر ويتزوج ويكبر ويصير عمره 30-40 سنه هو يتذكر انه امه وابوه ما كانوا متوافقين وما كانوا في تلاؤم وتراحم. هذا الأمر لازم نأخذ به خطوة جدية نحو أنه نغيره وننتبه على أبنائنا، لأنهم ما عندهم آذان يسمعون بها وعين يشوفون بها وقلب يحسون بها. يعني سأحكي لكم، يعني دائما تكرر علي نفس السيناريو ونفس الحكي. يعني أبوي يجي متأخر بالـ9:30 بالـ9، وطبع البيت كلمة منا ويا أمي صارت كونة وعلقت بيناتهم. يعني حتى أنا بديت أفقد التركيز، جي نص ساعة حكاية وطلع. أنا دائما أشوف مشاكل وصياح وعياط بالبيت، فهم يقولوا لي تتدخلين، ليش أنا ما أتدخل؟ هي مو أمي، أنا ليش ما أنقهر عليها؟ أنا كلش أحب الدراسة ومعروف أنا بصفي أشطر طالب بالصف، ولكن بهاي الفترة صارت مشاكل بالبيت وقمت ما اقدر اركز على المواد، وكنت قبل اني درجاتي كانت 90s و100s، هسه اني اجيب الـ50 بالقوه، ويمكن هاي السنه لا انجح لا ما انجح. هو دائما يستخدم ويا الضرب والعنف، ومن اقول لبابا ما راح اسوي له شيء، فاني انقهر، ومرات من اجيب له ما يضربني، واذا ما جبت له هم راح يضربني، ومرات يعني يضربني بسبب وبدون سبب. انا دائما اشوف اللي يغلط ينضرب. واختي وانا رجال، واختي اذا تغلط علي انا اكسر راسها واضربها. شنو اقول لها؟ جيبي لي ماي وما اجيب، اكسر راسها غصبا عليها واذا ما تجيبه. طبعا موضوع اليوم هو موضوع المشكلات العائليه اللي تصير.
بما أنه أنتوا أعماركم هي هاي مرحلة انتقالية من الطفولة إلى دور المراهقة أو يسموها المراهقة المبكرة، أنتوا كل شيء تشوفونه تأخذونه بجدية أكبر من غيركم، يعني إذا تشوفون مثلا أفلام رعب، إذا تشوفون مشكلة، إذا تشوفون، فدائما تأخذون الأمور مبالغة. فاللي دا تعيشونه داخل البيت من مشاكل تشوفوها أنتوا كلش ضخمة، هي وراكم بعشر دقائق ربع ساعة ساعة تنحل، لكن هي تبقى تعيش وياكم. فأني شفت مثلا انعكاس هذه المشاكل على أواب وأخته، أنه أكو بيناتهم ضرب، على أمين أنه متراجع بالدراسة، على معاذ أنه بعد يأخذ مواقف مو صحيحة من والدة، قد يكون والدة يعني ما مذنب ما، بس هو ما أخذ موقف لأن هو يتأثر بوالدته أكثر. ميمونة نفس الشيء، ميمونة تحس إنه ما تريد تشوف أمها مقهورة أو مهمومة لأن أمها تقدم لها هواية أشياء من الصبح لليل. تأثركم واضح، يعني أحب أسمع منكم سبب هذا التأثر الزايد، وإنتوا شو راح تعالجون أنفسكم، وإنتوا ليش ما تفاتحون أهلكم بأنه هذا الشيء دا يأثر عليكم. حنسمع منكم، وأني أحب أول شيء أرد أسمع من أواب. أنا دائما أستخدم ويا أختي أسلوب الضرب، وأني أعرف هذا الشيء مو صحيح، وأني دائما من أشوفها تبكي بعد ما أضربها أستخدم ويا أسلوب العنف، يعني أنقهر عليها، وأني ما أحب أنه أظل مستمر بهذا الشيء، وإن شاء الله راح أغير أسلوبي وياها وأتعامل وياها بطريقة زينة. احنا سعيدين باللي سمعناه من أواب، هو مقرر يغير هذا الأسلوب لأنه أهم شيء بالتغيير أنه هو رافضه، أنت رافض أنه أنت تضرب أختك وتحبها لأختك، فراح تترك هذا الموضوع، وأني متأكدة بعد ما راح تعيده. حسمع من هاجر. هاجر تتعرض إلى الضرب من قبل أخوها، وهي ضايجة من هذا الموضوع وشاكية لأهلها. خلينا نشوف شنو تأثيرها هذا، وهي مقررة تحكي ويا أخوها لو ما مقررة، ويمكن الحل إنه تحكي وياه هو يبطل بعد ما يضربها. أنا متعادة إن أخويا كل مرة يضربني، وكان يعني كلش قاسي وياي، بس أنا حكيت وياه وماما وبابا حكوا وياه بس ما فاد. بس بعدين هو فكر وقال، يعني أنا قررت إنه بعد خلاص ما أضربك، يعني أنا هو جاء اعتذر مني وتفاجأت منه وقبلت اعتذاره. انتي واخوك كبار، اكو لغه للتفاهم والحوار بيناتكم افضل من 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 لغه الضرب ولغه العنف. فانتي كل الزين انه انتي فاتحتي اخوك بالموضوع وفاتحتي اهلش بالموضوع انه انتي منزعجه من قضيه الضرب، واني متاكده لغه الحوار والتفاهم هي كلش راح تحسن العلاقه بيناتكم. ماكو اجمل من الاخ لمن يكون اعماركم متقاربه تكونون اصدقاء. فكل الزين هذا اللي سمعته من عندك. احب اشوف معاذ واللي يحس بي واللي يشعر بي، باعتبار معاذ هو بعمر كلش يتفهم الأمور. معاذ حتى لا يبقى شيء بداخلك، لأن هذا التراكم اللي يبقى بداخلك كلش مو صحيح، فأحسن شيء تفرغه إنه أنت تتكلم مع الوالد، وأني متأكدة الكلام راح هواية يغير من أفكارك وآرائك ونظرتك للموضوع. وإحنا رايحين نصلي صلاة الجمعة، من طلعنا بالطريق كنا نمشي، فقلت بيني وبين نفسي خليني أفاتح ويا بهذا الموضوع بلكي تتفهمني شوية، فحكيت وياه وفعلا تفهمني وقدر يعني موضوعي وفرح وابتسم، يعني لان انا حكيت وياه بهذا الموضوع ووعدني بعد ابد ما تكرر وان شاء الله تتحسن، قال لي. وفعلا من ذيك المره صار شهرين تقريبا، يعني افوت للبيت يعني متونس، يعني ولا عبالك بيت. معاذ اللي سويته من التحاور وتتمشى مع الوالد وتحكي وياه، هذا راح يولد عندك نقطة محورية أو تحول في شخصيتك، إنه أنت راح تبدي تعالج كل المشاكل اللي تلاقيها بحياتك، راح تبدي تعالجها بلغة الحوار والنقاش، إنه ما تأخذ الأمور على ظاهرها، مو يعني مشكلة يعني أمي مظلومة، مو يعني مشكلة يعني أبوي غلطان، ما نعرف إحنا الغلطان منو والصح منو إذا ما نتهم من الطرفين، أو إنه إحنا ما نتدخل بهذا الموضوع وما نأخذ مأخذ عليهم. انه نترك هذه المواضيع لهم واحنا ما ناخذ عليهم موقف. وجميل جدا انه انت اللي بداخلك حكيته. هنشوف ميمونه اللي هي مشكلتها كلش ظاهره عليها ونفسيتها تعبانه، ويمكن واصله مرحله يجوز حتى اكلها قليل، تبكي هوايه. نريد نشوف ميمونه ليش تبكي هوايه وليش تنقهر من تشوف مشاكل بين امها وابوها. انا اشوف ماما تشتغل ويعني تغسل ملابس وتكنس، فانا لما اشوف ماما يعني تنقهر وتبكي انا انقهر ويا ماما واقوم ابكي وياها. فيعني انا اتمنى الحياه بدون مشاكل على مود ما اشوف ماما ابكي وتبكي وتنقهر.
زين ميمونة، انت هسه عرفتي انه هاي المشكلة ممكن تروح ورا 10 دقائق، ورا ربع ساعة ينتهي الموضوع، ماما ترجع طبيعية، بابا يرجع طبيعي، فليش احنا نثقل على نفسنا ونأثر على نفسنا؟ زين، واني متأكدة انه انت اذا تحكين الماما وتحكين البابا انهم هذه المشاكل تأثر عليك، هم ما راح يسووها قدامك، بس احنا محتاجين نسولف ونقول شنو المضوجنا. خلينا نشوف امين، امين الشاطر والذكي واللي درجاته كلها ميات، ليش صارت 50s و60s وحتى هو متوقع هاي السنة ما ينجح وهو كل السنوات متفوق. ماما وبابا زاروني بالمدرسة وشافوا نزولي الدراسي وجوا علي وسألوني شنو السبب؟ قلت لهم انتم، وبدأوا يحسون اسلوبهم بالبيت وبدأت الدرجات تصعد مثل قبل. أمين اللي هو أمين الشاطر والذكي والمتفوق، أنا متأكدة أنه أنت من حكيت معاهم وبينت لهم شنو سبب أنه تراجعك الدراسي، هم أنت عندهم الأهم، وأنت عندهم ودراستك هي لها مكانة عندهم، فأنا متأكدة راح يتغير كل أسلوب الحياة بما يتناسب مع أنه أنت تبقى على تفوقك وعلى شطارتك. كل اللي سويتوه أنتوا صح، وأنتوا مو غلطانين، أصلاً أنتوا مو غلطانين، بس أنتوا نظرتكم للأشياء تختلف عن نظرة الكبار، يعني شوية من تكبرون راح يشوفون نفسكم أنتوا حيل ماخذين الأمر بجدية أكثر من اللازم، لأن الحياة تستمر والله سبحانه وتعالى خلق بين الأزواج مودة ورحمة، فهم يرجعون يتراضون ويصافون ويضحكون ويسولفون، فلا تبقون أنتم مشنجين ولا تأخذون مواقف لا من الأب ولا من الأم. هذا اللي أتمنى من عندكم، إنه الحياة دائما راح تعلمكم، فأنتوا أنتوا مجال الحياة تعلمكم حتى تتعايشون مع كل الظروف الجديدة اللي ممكن تمر بيكم. القادم أفضل وباشر أفضل. إذا أريد حل لهذه المشكلة علينا أن نعترف أنها مشكلة، مشكلة حقيقية، أنه أبناء يشوفون المشاكل بيني وبين والدهم أمام عينهم. الأب والأم لازم ينتبهون أنه المشاكل تكون بعيدة عن أبنائهم، وإلا هذه التأثيرات اللي سمعتوها وشفتوا شلون الأطفال تحاورنا وياهم وش قد هم محملين ومثقلين بهذه الهموم. علينا أن نسوي في التخطيط عائلي جميل، أنه ما نشوف أبنائنا إلا الجانب الإيجابي. إذا أكو مشاكل كبيرة جدا جدا هذه المشاكل، فأكو تسلسل شرعي لحل هذه المشاكل، أما الصراخ والعياط والصياح ليل ونهار بالبيت هذه نتائج سلبية وممكن تدمر نفسية الأطفال وتدمر دراستهم وتدمر صحتهم. إذا طفل صحته ونفسيته ودراسته مو تمام، والسبب أنت والسبب أنت، شنو بقى من أطفالنا؟ يلا ويانا اليوم نتفق انه ابنائنا اليوم ما يشوفون من عندنا احنا ابائهم واحنا امهاتهم، ما يشوفون من عندنا غير الابتسامه والتفاهم والتعاون، لان ما لهم ذنب، ما لهم ذنب باللي دا يصير، وما لهم ذنب، ما لهم ذنب بالتعب اللي انت تحسه بالخارج بالعمل، وهم ما لهم ذنب بالتعب اللي يشوفينه انت داخل البيت. ذنب هذا ما يصير هم يتحملونه، لازم يشوفون جانب ايجابي من العلاقه الزوجيه، حتى هذا الجانب الايجابي كلش يترسخ في نفسيتهم، في علاقاتهم مع أخواتهم، في علاقاتهم مع الناس. هذه مشكلة لازم ننتبه عليها، وحل هذه المشكلة بيد الآباء وبيد الأمهات، أن يكونون مثل وقدوة صالحة للتآلف والمحبة والتعاون والمودة.